مرحبا. توصلت دراسة حديثة أم في علماء بجامعة ستانفورد إلى أن طريقة الصيد الخاصة يلي بتمارسها الحيتانة الزرقاء بتحمل سر بلوغة أحجام ضخمة لتكون أكبر الحيوانات على الإطلاق. بتمتلك الحيتانة الزرقاء والحدبة شعيرات طويلة بأفواها بدلاً من الأسنان يلي بتشتغل كفلاتر عملاقة، بتسمح هياكل الكيراسين للثدييات البحرية بابتلاع كميات هائلة من المي مليئة بالعوالق والأسماك الصغيرة مرة واحدة، وهالشي بيخليها تكسب سعرات حرارية بكميات أكبر من الدلافين مثلاً يلي بتصطاد فريسة أكبر من أجل البقاء. نرجع لأخبار أصناف، عم يكون مستقر وغائب جزئياً بشكل عام، ودرجات الحرارة عم تميل للارتفاع شوي، حتى عم تصير حول معدلات أو أعلى بشوي بأغلب مناطق سورية. ليلاً عم يحذر من تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وأجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية. بالنسبة للرياح عم تكون شرقية لشمالية شرقية معتدلة لخفيفة السرعة، عم توصل لعشرة كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة فعم تتراوح بين 50 و90%، والبحر عم يكون خفيف ارتفاع الموج، ودرجة حرارة المي 16 درجة. رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة سوريا دمشق. عم بيكون غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم تسجل الدنيا 4 العليا 13 درجة. أما كيف عم بيكون الجو بأهم المدن والمناطق سوريا رح ننتقل سوا لنشوف، ورح نبدأ مثل العادة من المنطقة الجنوبية بالسويدة. الطقس عم بيكون ضبابي وبدرعة أيضا، وبالأنهدرة درجات الحرارة عم تسجل الدنيا 3 العليا 13 درجة. بالمنطقة الوسطى بحمص وحما مكفي الجو ضبابي، ودرجات الحرارة عم تتراوح بين 5 و14 درجة بمدينة حما. على الساحل بطرطوس وسلادية عم يكون الطقس غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم تتراوح بلواء اسكندرون بين 11 و16 درجة. أما كيف عم بيكون الجو بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب، مكفي غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم تتراوح بين 5 و15 درجة بمدينة حلب. أخيرا رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالمنطقة الشرقية بمدينة رقة، جو غائم جزئيا، ودرجات الحرارة بالحسكة بين 8 و14 درجة. أما أخيرا بدير الزور، درجات الحرارة عم تسجل الدنيا 8 العليا 15، وطقسنا مكفي غائم جزئيا. هاي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس هالأسبوع انطروني بكرة. باي.